طبعا خير ما نبدأ في حديثنا والصلاة على محمد وآل محمد. عادة في العادة يعني أنا كأستاذ لما يتم استدعائي حق ندوة أو حق محاضرة، ندخل مدارس، ندخل جامعات، ندخل مؤسسات الدولة مثل وزارة الأوقاف وغيرها. لكن مشكور الأستاذ جابر بهبهاني على هذه الدعوة الكريمة وعلى دوره في جعل المسجد هو الأساس للتوعية المجتمعية. هو يعني بالأمانة لو رجعنا حتى حق التراث، بما أن احنا ندرس في المواد المصادر التراث وغيرها، نلاحظ أن المساجد هي كانت أساس التوعية، خصوصا كان المجتمع التوعية الثقافية في كل الأمور المختلفة. وأنا طبعا هذا الشيء أشكره للقائمين على هذا الجهد وعلى هالملتقى الممتاز. في البداية طبعا لما نتكلم عن فريق لأجلك، هو ما نشأ يعني بالصدفة. قبل سنة تم تكليفي من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأن أكون رائد جمعية معلوماتية طلابية. صراحة يعني يمكن لأن يعني عمري مقارب لعمر الشباب الطلبة، كنت دائما بغض النظر لما أتكلم معاهم عن التدريس مواد والتخصص، كنت أسولف معاهم عن الإحباطات اللي يشعرون فيها، وكنت يعني ألتمس منهم دائما يقولون يا دكتور إحنا نحس إن ما لنا أهمية. فأسألهم سؤال، وين تروحون؟ يقول لي نروح قهوة، نروح بر، نروح. وطبعا هذه شغلات يعني بالنسبة حق الشباب، إذا بروح البر يستانس يغير جو ما في مشكلة، لكن إن تكون حياته كلها في القهاوي وفي هالأمور هذه، فهذا طبعا إحنا كمربين قبل أن نكون كأساتذة وغيرها يأثر فينا. إحنا هذول بالآخر منو؟ عيال ديرتنا، أخواننا وأهلنا وعيالنا. ففكرت في فكرة الجمعية المعلوماتية، وكان معاي مجموعة تقريبا يمكن 6 أو 7 من الطلاب، وكانت تقريبا في سبتمبر 2015، في بداية سبتمبر 2015. سألتهم شنو تبغوا تقدمون؟ قالوا لا دكتور انت قول لنا. قلت لهم لا انا مشرف، انتوا تقولون، انتوا الشباب، احنا الحين جايين نسمع منكم. فانصدمت في اشياء يعني انا كمتخصص في المعلومات انه يقولونها. يعني على سبيل المثال قالوا دكتور ليش ما نجمع كل طلبة التخصص في جروبات واتساب ونقسمهم على يير 1 يير 2 يير 3 ونخلي شغله نسميها ضيف على الواتساب. وهذا طبعا اعلاميا يعتبر شيء جبار. يعني انتم مثل ما تعرفين الحين ممكن احنا مجتمعين عددنا 20، لكن على الواتساب ممكن يكون 100 عدد في نفس اللحظه هذه. وسوينا ضيف على الواتساب وبدينا نبث حق الطلبه شنو اللي عندنا وشنو اللي ممكن نسويه في التخصص. ولاحظنا ان الجروب قام يكبر، ولاحظنا ان التخصصات الثانيه وايضا تلفزيون الكويت وغيرها عجبتهم الفكره، فقام يسالوننا عن الفكره هذه. هذه كانت فكره شاب معانا الله يذكره بالخير اسمه فواز الحسني، هو اللي اطرح هذه الفكره. بعدها شفت لا الشباب بدت تاخذهم الغيره التنافسيه، شلون فواز يقول هالفكره والدكتور حسين يعجب فيها، خلنا احنا بعدهم نتفاعل. فصار عندنا ملتقى يكون ايجابي، وكنا نسوي تقريبا نفس الملتقى اللي تسوونه، لكن لسببين. السبب الاول لاثراء دور المكتبه، لان كانت المكتبه عندنا في الكليه للاسف ما حد يدشها، فيبنى ناس متخصصين في اداره في التنميه البشريه، مثل على سبيل المثال القواص العالمي من ذوي الاعاقه يمكن سامعين عنه اللي هو فيصل المسوي، وبطل العالم المبارزه طارق القلاف، وغيرها من الاساتذه والابطال اللي موجودين في الديره. والشباب كانوا يتاثرون فيهم لدرجه ان لما كانوا يمشون كانوا يقولون دكتور والله قمنا نستفيد اكثر من المحاضرات اللي ندرسها، بسبه انه قام يصير في وعي وفي حركه في المكتبه. وبعدها لا طموح الشباب زاد، بدأوا شو يسوون؟ قالوا دكتور احنا بس ليش احنا قاعدين بس في الكلية؟ خلينا نسوي شغلة. وبالفعل رحنا وتكلمنا المكتبة الوطنية وساهمنا في تنظيم المؤتمر اللي صار في مؤتمر المكتبات المتخصصة الخليجية. وطبعا هذا كله بجهود الطلبة، لحد الحين ما طلعوا حتى مجال العمل، يعني للحين ما صاروا مثلا موظفين، للحين كلهم طلبة. ونظموا هذا المؤتمر، وكان تنظيم بشكل كبير متميز بإشادة الوفود الخليجية اللي حضروا المؤتمر. بعدها بعد ما شافوا الجهود هذه كلها، حضر اللي هو الاستاذ احمد الاثري اللي هو مدير الهيئه، وكلفنا بتنظيم فعاليه اللي هو الفعاليه الختاميه للهيئه ككل. لاحظوا الفتره شبابنا وقوتهم، فتره من شهر 9 لغايه شهر 6 كلها الانجازات في تقريبا ما يعني اقل من في كورسين، كانت كل هذه الانجازات. بعدها صار علينا مثل كل ناحد ناجح في هالدوله ضرب، وهذا ليش يمسك وهذا خاف ياخذ منصب، فشالوني من الاداره.
الشباب تأثروا لما شالوني، قالوا يا دكتور احنا وين نروح الحين؟ قلت لهم في رائد ثاني روحوا معه، في اسم جديد. قالوا لا احنا تعودنا بالعمل معك. فاقترح واحد من الاخوان ان نسوي فريق تطوعي بدل لا نخدم هيئه او مؤسسه حكوميه نخدم الدوله. وبالفعل كانت رسالتنا في البدايه بعد ما فكرنا في هذه الحمله، فكرنا ان نسوي شغله بايدنا بسواعدنا، احنا نطلع ما نخلي احد يقول لنا تعالوا، لا احنا من نفسنا نروح طق الباب ونساعد نشتغل. ففكرنا من ثلاث جوانب، الجانب الاول انه يكون جانب توعوي ثقافي ونشتغل عليه، ولله الحمد دخلوا معنا في الجروب اساتذه دكاتره، يعني ما يقتصر على شباب بس اللي هم طلبه، لا حتى اساتذه دكاتره، وقاعد يشون معنا الحين متخصصين في مجالات علم النفس وفي المحاماه والى اخره، مجال الاعلام بدا يكبر الفريق. بس بدايته كانت هذه الفكره في انشائه، كنا تقريبا 7-8، وصلنا تقريبا 12 واحد في البدايه. الحين الحمد لله خلال من شهر 10 في اشهار الفريق الى شهر 2 احنا وصلنا 28 عضو، من متخصصين في مجال المعلومات، متخصصين في مجال الاعلام، ان شاء الله راح تدشوا معنا محاميين، وايضا الباب مفتوح للجميع، حتى اذا انتم يا اساتذه عندكم شيء ودكم تقدمونه ممكن نتشارك بعدين نقدم شيء، سواء كانت فكره او عمل او حتى اي مبادره الواحد ممكن يفكر فيها. لكن انا تركيزي في الاساس على اللي هو الشريحه الشبابيه، لان لله الحمد احنا تقريبا يعني وصلنا مرحله من النضج، نعرف الصح من الغلط، نعرف شلون نتعامل في الامور المختلفه، نعرف وين نطق البيبان. يعني لو عندي انا مبادره ولا عند اي واحد من الاساتذه عارف وين يروح، لكن الشاب مو عارف، عنده قوة وعنده طاقة بس مو عارف وين يودي هذه الطاقة. فريقنا في البداية لما أسسنا مثل ما قلت لكم كانت الفكرة أن ننطلق في ثلاث جوانب، الجانب التوعوي الثقافي، الجانب الثاني اللي هو الإنساني، وآخر شيء الجانب اللي احنا نسميه الجانب المبادرات أو جانب المجتمعي. ولله الحمد بدينا في فعالياتنا، كانت أول فعالية لنا اللي هي كانت زيارة ل هذه ثاني فعالية، لكن اللي هي زيارتنا اللي هي لأطفال السرطان. طبعا الفريق يضم بنات وبنين، معانا أساتذة مثل الدكتورة زوينة، وسوينا هذه الفعالية ونزلنا للشارع بجهودنا، ما خذينا دعم من أي أحد، كان الدعم من الشباب يبون الأجر بس، كل واحد قط اللي يقدر عليه، وكل واحد جاب الهدية اللي يقدر يعطيها حق الطفل هذا، وبالعكس أسعدناهم، وكانت فرحة لدرجة أن حتى إحنا ماشيين مسكونا المسؤولين قالوا إحنا عندنا فعاليات شهر 3 نبيكم تيون، وشهر 6 نبيكم تيون، فصار في تفاعل. طبعا إحنا لما نروح ونزور ما نروح بس ونقعد نعطي هدية ونمشي، لا نقعد مع المسؤولين نسألهم إنتوا إيش قاعد تقدمون حق هالأطفال؟ هل هالأطفال هذول مرتاحين ولا لا؟ زين طيب انتم قاعدين تعطونهم العلاج هذا، هل العلاج هذا كافي؟ نسال وننقل الكلام اللي يقولونه حق المسؤولين في حال اذا شفنا نقص او شفنا عدم تعاون بيننا او مع هذه الاطفال. بعدها انتقلنا الى جهه مهمه حيل اللي هم ابهاتنا وامهاتنا دار المسنين، وكان دار فرح للمسنين. وطبعا بنفس الطريقه يوم دخلنا عندهم رحبوا فينا، انصدمنا ان اللي كانوا اهالينا في الدار انصدمنا فيهم، من ضمنهم مبدعين مثل الحج كرم، كان قارئ قران وقرالنا ايات حلوه، صوته كان صراحه يعني شجي، وبنفس الوقت تعرفنا على المسؤولين هناك وشفنا شلون هم متعاونين حيل حيل مع هذيل الكبار السن، وسمعنا منهم وسمعنا قصصهم وتأثرنا فيهم. ما نقول لكم لا، بالطبع احنا بشر في الآخر، تأثرنا فيهم. الفكرة كانت الأساسية ان نجيب حتى عيالنا، انا واحد من الناس بنتي وفلان يا بولده حتى يشوف يتعلم ويعرف شنو بر الوالدين، يعرف شلون احنا باكر اهالينا شلون نقدر نتعامل مع عيالنا وهم شلون يتعاملون معنا. وكنت اقول حق بنتي مثلا، اقول لها شايفه يا بنيتي انت باكر تبي توديني هالمكان؟ قالت لي لا، بابا لمتني وباستني. فالقصد كله ان احنا حتى نوصل رساله بس من غير دراسه، يعني من غير ما انا امسك الطالب واقعده كورس كامل واشرح له ترى بر الوالدين، ترى لا، بلحظه واحده يجي معي يحضر يشوف هو بعينه ويقعد ويتاثر، وسبحان الله تشوفه من نفسه يعني يحاول انه يقدم شيء حق والدينه. أنا شخصيا وايد استفدت من التجربة هذه، بغض النظر عن الشباب، أنا شخصيا استفدت منها، قمت أستفيد من
واحمد الله على العطايا اللي قاعد يعطيني اياها. انا عندي طفل مصاب باضطراب طيف التوحد، بعد هالاعمال اللي قاعد اسويها، طبعا انا كل اللي قاعد اسويه هذا بنيه صادقه ولوجه الله سبحانه وتعالى، الله قامت تنعكس علي من عطايا رب العالمين. قاعد اشوف ولدي يتحسن، قبل كنت اتمنى يدخل مدرسه، الحمد لله تم قبوله، ودراسه عاديه مو دراسه اللي هو احتياجات خاصه، في اشياء يعني نحصلها، وغير هذا طبعا كله السعاده اللي نحصلها. يعني السعاده تعتمد على، يعني انا شخصيا اقولها وكلنا نشعر فيها، بالعطاء. كثر ما نعطي نشعر بسعاده، احنا ممكن ناخذ لكن ما نحس بالسعاده كثر ما نعطي. ولله الحمد حتى اهالي هؤلاء الشباب يعني قامين يطراء منهم يدقون علي. في واحد الله يذكره بالخير، ما ابي اقول، لان في شاب هني معانا يقول ينقل الكلام، دق علي وقال لي ابي اشوفك، وانا صدمت حتى خفت اني انا يعني خفت ان ولده يروح مكان ثاني وما يجي معانا الحمله، فصدمت انه جايب لي هديه ويبوس راسي ويقول لي انت غيرت ولدي من كان ولد صايع ضايع الى انسان متفهم، انسان يعطي، انسان يسال دائما عن الخير. الله يعطيك العافيه. وهذه رسالتي انا، هذه الرساله اللي احلم فيها، اني انا اوكي انا اخذت الدكتوراه، هذا شنو يعني؟ مو ما له معنى بالنسبه حق لما انا اغير انسان من انه يكون انسان ما ابي اقول ضايع، لكن انسان ما له هدف، الى انسان عنده وجهه وهدف ويقدر يخدم هالمجتمع اللي احنا فيه. في طبعا في فعاليات جايه ان شاء الله، في فعاليه مع وزاره الداخليه في عمل فيديوهات توعويه، اتفقنا معاهم ان شاء الله راح تصير هالشغله مع اللي هو الفريق عادل الحشاش، وعندنا بعد فعاليات ان شاء الله قادمه باكر باذن الله، راح نروح حق دار الايتام اللي هم ايتام الكويت، وطبعا نسمع وايد عنهم انه يتاذون ويتحرشون فيهم وغيرهم من هالامور، فاحنا بنروح ونسمع منهم شخصيا، واذا في اي شيء راح ننقله للمسؤولين في وزاره الصحه ونقول لهم كل الكلام. احنا اتفقنا معهم انه يعطونا جلسه مصارحه معهم، ما يقعدون معانا المسؤولين يقولون يعني ياخذونهم على صوب او لا، اتفقنا ان نقعد معاهم بنفس الطريقه، هم ندخل الفرحه بقلوبهم بالهدايا، وبنفس الوقت نسالهم على احتياجاتهم وعلى الامور اللي قاعدين يعانون منها في الدار، وان شاء الله نتمنى انه ما يعانون من شيء. وعندنا حمله وطنيه اللي هي هذه الحمله احنا بلشنا فيها تماشي مع اللي هو احتفالات فبراير او ما يسمى في اعياد، هي اقصد الاعياد الوطنيه، بمشاركه مجموعه من الشباب الكويتي وايضا من الشخصيات المعروفه اللي قدمت لهذا الوطن بصمه تذكر. من ضمنها طبعا احنا ركزنا على فئه الشباب، قابلنا اللي هو البطل العالمي فيصل الموسوي في القدس، والمدرب التنمية البشرية، وأيضا قابلنا محمد المؤمن، قابلنا الرامي فهيد الديحاني اللي حاصل على ذهبية اللي هو الأولمبية، وأيضا إن شاء الله من تقليل لحياة الفهد. أعتذر على الموسيقى يفت، بس فقرة بسيطة. أيضا حتى الشعر اللي مكتوب شعر من الشباب اللي عندنا في الجروب، يعني كل عملنا وجهدنا هذا، حتى المصور معانا شاب الجروب عمره 19 سنة. هذه طبعا بداية الحملة كانت، وإن شاء الله احنا مستمرين في هذه الحملة في وجود فنانين وممثلين مبدعين، ونحاول قدر ما نقدر نبرز الشباب اللي ما حد يدري عنهم، علماء، أطباء، عندنا أطباء وصلوا ما شاء الله وصلوا مراحل كبيرة لكن لحد الحين ما حد يدري عنهم. باختصار أنا يعني أتمنى منكم كلكم، أكيد عندكم عيالكم وهذا، يعني أنه يتواصلون معنا في حال إذا أنتم حابينهم يتغيرون، إذا شايفينهم محتاجين التغيير، إذا شايفينهم محتاجين أنهم يحطون لهم هدف بحياتهم، إحنا نقدر نساعدهم في هالشغلة هذه بإذن الله، من خلال نسمع منهم ونشوف مبادراتهم. باكر إن شاء الله راح يشارك معنا في اللي هو في الرعاية شاب عمره 14 سنة، وهو اللي داق، مو أبوه، هو اللي داق ويبي يشارك معنا، وقاعد يقول حتى من يقدر يمرني يوصلني، قلت له لا خلي ابوك يجيبك ويخليه يحضر معانا حتى يشوف شنو الفعاليه هذه. الله يعطيكم العافيه، انا بس تكلمت بشكل بسيط عن الفريق حتى لا اخذ من وقتكم، ونتمنى ان شاء الله نكون افدنا. وانا طبعا ارد واشكر الاستاذ جابر والقائمين على هالمشروع او هالملتقى الثقافي الاجتماعي التوعوي الجميل، واتمنى يعني زياره ثانيه باذن الله في المستقبل. الله يعطيكم الف عافيه ومشكورين.